عايزك تسيبك خلص بقى من فكرة أفضل موبايلات في أي فئة سعرية من الفئات، وتعالى كده نبص مع بعض عن أكتر 5 موبايلات مبيعا في السوق خلال 2022. بصراحة لما بصيت على القائمة دي اتفاجئت من وجود بعض الموبايلات، لأنهم أساسا ما كانوش بيقدموا أفضل قيمة مقابل سعر في فئاتهم السعرية. وده يخليني أقول لك وبشكل كبير إن الفئة الأكبر من الناس مش بتتفرج على فيديوهات للموبايلات ومش بتتابع ايه هي الموبايلات اللي بتقدم قيمة مقابل سعر، تقريبا بيروحوا يشتروا بناء على الاعلانات، وده هتتأكد معايا فيه لما تبص معايا على افضل 5 موبايلات مبيعا في السوق. قبل ما اقولك اي حاجة اكيد ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. اما دلوقتي خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناة امك ريفيوز، وهنا الموبايل صاحب المركز الخامس هو اكيد من شركة وان بلس، وهو الوان بلس 9. اقدر اقوله بشكل كبير ان الموبايل ده يستحق انه يكون في المرتبة دي، لان فعلا وان بلس من الشركات اللي بتقدم قيمة كويسة جدا مقابل السعر. ده موبايل فلاكشيب من شركة وان بلس، كان بيقدم شاشة ممتازة اموليد كواد اتش دي بلس 120 هرتز، بيقدم معالج من اقوى المعالجات الموجودة، معالجات الفلاكشيب عامة، موبايل تصميمه كمان فخم من الازاز وفريم من المعدن. بصراحه شركه وان بلس من الشركات اللي بتقدم موبايلات كويسه جدا، والاهم السوفت وير بتاع وان بلس، وبصراحه يمكن من افضل الموبايلات اللي ممكن تجربها كسرعه. الموبايل بيقدم اداء خطير جدا سواء كان في الاداء اليومي او اداء الالعاب. العيب الوحيد الموجود في الموبايل ده هي الكاميرات، مش عيب قاتل اقدر اقول لك عليه، ولكنه عيب بالنسبه للموبايلات الموجوده في سعره اللي هي موبايلات الهاي اند، الموبايلات الفلاجشيب عامه. اما بقى بالنسبه للمركز الرابع، هو موبايل انا بصراحه مستغرب انه موجود في القائمه دي، لان ما كنتش متوقع ان الموبايل يعمل المبيعات الكبيره دي، وهو الاوبو رينو 6 النسخه ال5G. الموبايل فعلا كويس جدا، تصميم من الازاز، فريم من المعدن، تصميم فخم وفريم مربعي وكلام من ده، واوبو دايما بتهتم بفكره التصاميم ده عشان تلفت عين اللي بيشوف الموبايل. ولكن لما بصيت على بقيه امكانيات الموبايل قصاد تسعيره اللي كان اساسا قبل زياده 9000 ودلوقتي ضرب في 10000 وشويه، فقلت ان الموبايل ده مستحيل ابدا انه يكون في يوم من الايام من الموبايلات الاكثر مبيعا. وده بيرجعنا الفكره قلتها لك في اول الفيديو، ان اغلب الناس اللي بتشتري هي ناس بتعتمد على الاعلانات بشكل كبير، وما بتتفرجش على الفيديوهات الموجوده على اليوتيوب لاي قناه من القنوات اللي بيرشحوا الموبايلات، لان الاوبو رينو 6 5G قليل جدا اللي رشح الموبايل ده يكون بيقدم قيمه مقابل سعر. نيجي للمركز الثالث، وده بصراحه انا مقتنع بيه شويه، وهو السامسونج A52 العادي مش الاس. 52 ما عنديش عليه اي اعتراض، اهم ما يميز الموبايل ده دعم مقاومه الغبار والميه، الشاشه 90 هرتز الاموليد اللي الوانها ممتازه، يمكن سطوعها قليل مقارنه بالموبايلات اللي في سعره. كمان اداء الموبايل ده بالنسبه لي فئته السعريه الحاليه مش افضل اداء، موبايل بيجي بمعالج سناب دراجون 720، معالج فئه متوسطه اقتصاديه مش فئه متوسطه عليا، يعني معالج ممكن تتكلم مقبول في فئه 4-5000 جنيه، لكن دلوقتي الموبايل سعره وصل ل 8000 او 7500 جنيه، وهنا المعالج ده في الفئه السعريه دي مش افضل حاجه. من ضمن الحاجات المميزه كمان السماعات الاستيريو اللي موجوده في الموبايل ومدخل 3.5 مللي، ولكن البصمه الموجوده مش افضل حاجه الصراحه، لانها بصمه موجوده في الشاشه، وطبعا بصمات سامسونج اصلا في الفئه المتوسطه مش افضل حاجه، ده في الفلاكشيب اساسا بيعانوا في نقطه البصمه. ونيجي للمركز الثاني اللي انت اساسا هتستغرب منه، وده لان عمري ما رشحت الموبايل ده انه يكون من افضل الموبايلات اللي كانت موجوده، وهو السامسونج A32. وده لان الموبايل كان تسعيره في الاول اصلا قبل الزياده 4000 جنيه ده في الاول خالص، وكان هنا بيواجهه في الفئه السعريه ده موبايل زي الريدمي نوت 10 برو من شاومي، وكان في ريلم 8، كان في شويه موبايلات كده تقدر تتغلب على الموبايل ده بكل سهوله، وده لان الموبايل هنا بيقدم معالج ميديا تك هيليو جي 80، نفس المعالج موجود في النسخة الأقل منه اللي كانت في يوم من الأيام ب 3000 جنيه قبل زيادة الـ A22، وحتى بعد الزيادة الـ A22 اللي بيحمل نفس المعالج كان سعره 4000، والـ A32 كان سعره 5900 جنيه، فعشان كده استغربت لما لقيت الموبايل ده واخد المركز الثاني في المبيعات. ولو أنت هتحط لي الـ A22 والـ A32 الصراحة هروح للـ A22، لأن هوفر حوالي 1900 جنيه، وكل اللي هفتقده من الـ A32 للـ A22 هي الشاشة، بدل ما هي اموليد 90 فول اتش دي هاخدها اموليد 90 اتش دي، ونقطة الكاميرات شوية، اما بقية الموبايلات زي بعض بالظبط. فده يبين لك ان اغلب الناس او الاغلبية العظمى مش فاهمة وبتشتري بناء على الاعلانات اللي بتتعرض وبس. اما بالنسبة للمركز الاول، وشايفه بصراحة انه مركز اول عن جدارة، لان الشركة دي من اكبر الشركات في العالم، وهو اكيد الايفون 13 برو ماكس. موبايل بيقدم كل حاجة انت عايزها، اقوى معالج في العالم دلوقتي الـ A11 بايونيك، وش وظهر من الازاز، فريم من الستايل
ستيل ومن افضل 3 موبايلات اساسا موجودين في العالم حاليا بيقدم تصوير صور، والموبايل الافضل في العالم حاليا في تصوير الفيديو. عندك سماعات ستيريو، كل حاجه اكيد موجوده في الموبايل لان ده الفلاجشيب الرئيسي بتاع ابل. فانا بصراحه مقتنع بالايفون 13 برو ماكس انه ممكن يكون في المركز الاول عادي، ماشي معايا فكره ان ال 52 من سامسونج يكون في المركز الثالث، وماشي معايا فكره ان الوان بلس 9 يكون في المركز الخامس او يكون من ضمن الموبايلات الاكثر مبيعا. لكن بقى على الجانب الاخر، الموبايلات اللي ما كنتش مقتنع بيها في القائمه دي هو السامسونج A32 والاوبو رينو 6 5G، لان كنت شايف ان مواصفاتهم بنسبه كبيره جدا قليله قصاد السعر اللي بيتحطوا بيه. في اخر الفيديو كده انزل تحت الفيديو في كومنت وقول لي لو انت معاك موبايل من الموبايلات الخمسه دول. وكالعاده انتظرني في فيديو جديد. سلام.